تزوج رجل من امرأة وعاش معها عامين كاملين، ثم علم بعد ذلك بأنهما رضعا من امرأة في الحي، أو هي في الأصح جارة لهما، فهل تحرم عليه أم لا تحرم، حيث أنهما كما ذكرت سابقا قد رضعا من امرأة واحدة؟ أفتونا مأجورين. المتقرر في الشريعة أن الرضاعة يحرم، كما قال صلى الله عليه وسلم: تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة. قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. الله جل وعلا يقول: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، لما ذكر المحرمات قال: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، لكن بشرطين: أن يكون الرضاع متكاملا 5 رضعات معلومات، وأن يكون ذلك في الحولين من عمر الطفل. هذه هي القاعدة في الرضاع المحرم. أما قضيتك الخاصة وما ذكرته من أنك تزوجت من امرأة رضعت وإياها من امرأة، وأنك عشت معها في الزوجية 2 سنين، هذه تحتاج إلى الرجوع إلى القاضي لديكم، إلى القاضي الشرعي أو المفتي المعتمد لديكم، ليتحقق من القضية ويتثبت منها، ثم بعد ذلك يخبركم بالحكم الشرعي إن شاء الله. نعم. بارك الله فيكم.